بعتت اسماعيل مشان يراقب لي اياها، قلت له اذا شافها قريبه من شي شاب بيصور لي اياها. قصدت اذا تصرفت اي تصرف غلط يعرف سواش وياخذ احتياطه حتى ما ينحكى على شرفنا. فرجيتين لسواش؟ فرجيتن. شو قال؟ قال شو فيها؟ البنت بالجامعة واللي بالصور واحد من رفقاتها. هو هيك قال لك؟ وبعدين؟ ولا شي. قلت له لاسماعيل ونبهته يمحي الصور، طلع مو معيون مو معيون. الله حمانا والله، كان صار الدم للركب. لو مقوصين واحد منا شو كان صار فينا؟ لوين؟ اسماعيل تعال. هلا اغا، شو انت ولك اغا؟ شو انت؟ شوف انا ما عملت شي يا اغا. ما عملت ما دخيلك؟ انا ما عملت شي يا اغا. عزينات جاوبني اغا يا اغا. ليش؟ رح يموت الرجال، روحي قولي له. شو بدي اقول له؟ احكي ولك دخيلك يا اخي. احكي انا شو عامل؟ زينات عامل لك دخيلك يا اخي. انا انت اللي بعت الصور على وان. شو؟ اخي الله يخليك اسمعني بالاول، الله يخليك. انا ايدي انطاف مو ملوتين بدم حدا، ما رح وسخ ايدي بدمك الوسخ. قلع رجع على وان. اخا انا بعرضك يا اخا، بس يكون بعلمك رح يكون خبر خيانتك سابقك لهنيك، ما رح يخلوك تعيش. الا من هون. الله يخليك اسمعني الاول يا اخا، اسمعني. الله يخليك اخا، الله يخليك. اسماعيل قوم قوم، يلا قوم فرجيني. انت بعدتهم؟ مو انا بعدتهم. شو خلي شوفي.